تواصل مراكز اللقاحات في القصيم تقديم التطعيم للفئات العمرية، ومنها الفئة العمرية من 5 سنوات إلى 11 عاما باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن خطتها الوقائية للحماية من المتحورات والمضاعفات، مؤكدة أن احتساب الفئة العمرية سيكون بالتاريخ الميلادي من خلال أكثر من 48 مركزا لتقديم اللقاح. ومن القصيم ينضم معنا مراسل الإخبارية الزميل يوسف الحميد. يوسف مساء الخير، حدثنا عما تقوم به مراكز اللقاح من استقبال المواطنين والمقيمين لأخذ الجرعة سواء التنشيطية أو غيرها من اللقاحات. نعم، قبل حديثي عن مراكز اللقاحات وعيادات اللقاحات المنتشرة على منطقة القصيم، أود الحديث عن إجراءات الاحترازية وتطبيقها ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية هنا بمنطقة القصيم من خلال اللجنة الإشرافية العليا التي يترأسها سمو أمير منطقة القصيم، وأيضا بمتابعة بقية الجهات الحكومية. إن تحدثنا أيضا عن أمانة منطقة القصيم وعن فرع وزارة التجارة، وأيضا عن ما يهم المصلين والأئمة من خلال فرع وزارة الشؤون الإسلامية. جميعها تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية وأيضا التدابير الوقية. أما فيما يخص مراكز اللقاحات، فأنا أتواجد الآن في أحد عيادات مراكز اللقاحات في منطقة القصيم، والتي يبلغ عددها 50 مركز وعيادة، وأيضا من المستوصفات التي تعمل من الساعة 8 صباحا وحتى 5. أما فيما يخص مثل هذه العيادات المتنقلة التي تراها من خلفي الآن، وأيضا الحضور الذي أعداد من المصطفين الذين ينتظرون تلقي اللقاح لفيروس كورونا المستجد، فهذه تبدأ من الساعة 4:30 وحتى 12:00، منتشرة في جميع الطرق والمراكز وأيضا القرى لمنطقة القصيم للوصول لجميع شرائح المجتمع. يبلغ عددها 50 عيادة وأيضا مستوصف ومركز، وأيضا يبلغ العدد الإجمالي اليومي يبلغ العدد الإجمالي اليومي للمستفيدين أكثر من 20,000 مستفيد للوصول لكافة شرائح المجتمع، سواء لتلقي الجرعة الثانية أو حتى الثالثة لكافة الفئات العمرية. ويتم احتساب أيضا هذه الفئات العمرية من السن الميلادي. نعم يوسف، يعني مثل هذه العيادة المتنقلة التي تقف من أمامها الآن، يعني هذا الحضور من المواطنين والمقيمين، هل يتم بالفعل عن طريق تطبيق وحجز موعد وما إلى ذلك؟ نعم، جميع المصطفين الآن هم عن طريق تطبيق صحتي لأخذ المواعيد مسبقا، ومن ثم تلقي اللقاحات سواء كانت الجرعة الثانية أو حتى الجرعة التنشيطية من خلال تطبيق صحتي، ومن ثم الحضور. سواء يوجد العديد من الخيارات، تحدثنا عن المستوصفات اللي يبدأ عملها من الساعة 8 صباحا وحتى 5، وإن تحدثنا أيضا عن العيادات المتنقلة بكافة شرايين الطرق المتواجدة بمنطقة القصيم التي يبدأ عملها من الساعة 4:30 وحتى الساعة 12:00 في منتصف الليل. جميع هذه منتشرة ومتواجدة هذه العيادات المتنقلة، وأيضا المستشفيات وأيضا المستوصفات. لكن أيضا في الحديث يوسف عن العيادات المتنقلة، هل هي تستهدف المناطق الأكثر كثافة من السكان والمواطنين والمقيمين كذلك؟ نعم، تتواجد في الشرايين الحيوية أو الطرق الحيوية بمنطقة القصيم للوصول لكافة شرائح المجتمع، والتي تعمل من الساعة 4، ويعتبر هذا الوقت هو الوقت المناسب لبعض فئات المجتمع التي قد لا يتلقى اللقاح في الصباح أو حتى المساء، لكن تبدأ هذه من الساعة 4 مساء وحتى 12:00 صباحا، فيتم استقبال جميع المستفيدين وأيضا من المواطنين وأيضا المقيمين وأيضا المخالفين. يوسف، سؤالي الأخير، كيف شاهدت يعني الإقبال تحديدا على أخذ الجرعة التنشيطية؟ الإقبال كما تشاهد من خلفي الآن هذا الحضور، وأيضا بقية المراكز المتواجدة في منطقة القصيم، هذا الذي يعكس الفكر التوعوي الذي يحملونه هؤلاء سواء كانوا مواطنين أو مقيمين بأهمية أخذ الجرعة التنشيطية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأيضا بقية المتحورات
التي تستجد في كل فترة من فترات هذا العام وأيضا العام المقبل. فهؤلاء الذي تشاهدوا من خلفي الآن هم هذا يعكس البرامج التوعوية وأيضا الوعي المجتمعي الكبير الذي يحظى به جميع مناطق المملكة ولله الحمد. وهنا في منطقة القصيم نشاهد الآن من خلفي ينتظرون فقط فتح هذه العيادة المتنقلة لتلقي لقاح الجرعة التنشيطية وأيضا لمن لم يكمل الجرعة الثانية.